طيب كنا عايزين نعرف من حضرتك، هل حقن السيولة ده ضرورية لكل حالات الإجهاض المتكرر؟ حقن ده السيولة بقى. السؤال مهم جدا، أشكر حضرتك عليه. ليه؟ لأن شائعة جدا جدا، وتلاقي حضرتك يمكن المريضة بتيجي للدكتور تقول له أنا سمعت إن جارتي أو أختي خدت حقن الهيبارين، وطبعا مش هنقول الاسم التجاري علشان ما يبقاش خلينا في حقن السيولة. حقن السيولة اللي هي الهيبارين، لا المنتج الاسم الرسمي بتاعها العلمي هيبارين. هيبارين. طيب هما طبعا بياخدوا السيولة لأن زي ما قلت لحضرتك هو الميكانيزم، طريقة العمل بتاعة الخلل المناعي إن بيؤدي إلى تجلطات في المشيمة، فبالتالي بتنتج عنها هذه المشاكل في الحمل اللي احنا ذكرناها وعددناها الثلاث عناصر. طيب اللي الثلاث مشاكل اللي قلناها. طيب فهو بالتالي الناس أصبحت تتكلم على حقن السيولة باستفاضة شديدة جدا. طبعا حقن السيولة مش مطلوبة لكل حالات الإجهاض المتكرر، مش مطلوبة لكل حالات الإجهاض، لأن احنا زي ما قلنا إيه الأسباب كتير جدا. فإذا كان إذا ثبت كلينيكيا أو بالتحاليل والفحوصات والأبحاث إن الإجهاض المتكرر دي الحالة اللي قدامنا دي بسبب خلل المناعة وبسبب تجلط المشيمة، أيوة لازم ندي حقن السيولة اللي هي الهيبارين. أما إذا انتفى ذلك مش شرط ياخدوا حقن السيولة، مش شرط بقى خالص، يعني مش كل الحالات. لا مش حالات كل الحالات معينة. يعني مثلا هدي حضرتك مثال، في بعض الحالات الإجهاض المتكرر بتكون بسبب اتساع عنق الرحم. اتساع عنق الرحم ده سبب من الأسباب. ده سبب من الأسباب طبعا، ما ينفعهاش حقن السيولة خلاص، مش خلاص مش هي. فبالتالي حضرتك دي بقى يعني تشخيصها ازاي؟ تشخيصها ان الست اما بتخش الشهر الرابع او يمكن حتى بداية الخامس من الحمل تبص تلاقي بعض ألم بسيط كده او يمكن بدون ألم، تلاقي نفسها أجهضت وطفل سليم، مش عارفة ايه الأسباب، مش عارفة ايه الأسباب. فلما بيكرر الموضوع ده بنعرف، يعني بنعرف ان ده اتساع في عنق الرحم. اتساع في عنق، وطبعا ده علاج حاجه مختلفه خالص، لو مثلا ربط عنق الرحم ده موضوع تاني مختلف خالص. انما ان احنا بالنسبه لنا موضوع خلل المناعي اللي هو تكون الاجسام مضاده لاحد مكونات الجسم الطبيعي وبالتحديد الفوسفات الدهنيه، الفوسفات الدهنيه او الدهون الفوسفاتيه، اسف، الدهون الفوسفاتيه اللي موجوده في جسمنا في جميع اغشيه الخلايا اللي موجوده في الجسم كله، غشاء الخليه في جميع اجزاء الجسم والسيستم، كل اجهزه الجسم هو عباره عن دهون فوسفاتيه. ده طبعا منتج او مكون اساسي وطبيعي موجود في الجسم، موجود في الجسم في جميع الخلايا، هو عباره عن غشاء الخليه، هو عباره عن كده. فاذا جهاز المناعة بتاعنا لسبب أو لآخر اتلخبط وميزه وتعرف على الدهون الفوسفاتية دي اللي في غشاء الخلية على أنها جسم غريب، هيكون ضدها أجسام مضادة، وبالتالي هنا هتبقى حقن السيولة مهمة مش بس للإجهاض المتكرر، لا ووقاية في الحمل القادم إن ما يحصلش نقص في نمو الجنين، وقاية في الحمل القادم ان ان شاء الله بامر الله ما يحصل لهاش تسمم حمل عنيف وهكذا. يعني هنا اصبحت لها اكثر من استخدام على حسب المظهر اللي عانت منه الست في الحمل السابق. بتظبط بقى في الحمل الثاني عن طريق الوقايه بحقن السيوله. حقن السيوله يعني في ستات لازم ياخدوها وفي ستات مش هتنفع معاهم، مش هينفع معاهم، السبب مختلف على حسب طبيعة جسمها، على حسب السبب، على حسب السبب. والسبب بنعرفه من التشخيصي بالكلينيكي، يعني بالأعراض والمظاهر الإكلينيكية بالفحص يعني وبالأبحاث والتحاليل.